بمناسبة 2022، رقم 22 لما يجي في ذهني لازم على طول افتكر ابو تريكة. ابو تريكة اللي خلى رقم 22 ايقونة، بعد ما كنا متعودين ان اللعيب الجامد لازم يبقى رقم 10، وفي لعيبة تعبانة كتير بتلبس رقم 10 علشان يحسسك ان هو لعيب جامد، هو كمان يحس ان هو لعيب جامد يعني. ابو تريكة بقى ادى للرقم جمدان مش العكس. في 2006 وقبل ماتش الاهلي والصفاقسي التونسي في نهائي افريقيا، ماتش الذهاب كان في مصر، خلص 1-1. كنت ماشي مع صديقي احمد زكي وهو اهلاوي، بس انا وقتها ما كنتش بلبس نظارة، ولا كان بيلبس نظارة. قبل ماتش العودة اللي كان في تونس، قال لي انا قلقان جدا من الماتش لان نتيجه 1-1 على ارضك دي تخوف. قلت له ما تقلقش، ان شاء الله 1-0 للاهلي واللي هيجيبه ابو تريكه. قال لي والله لو حصل هعزمك على الفطار بكره، وقد كان. ومن يومها بقى وهو بيحب توقعاته وبيتفائل بيها، لكن هو بصراحه ما كانش توقع، هو كان تمني لو الاهلي فاز يبقى ابو تريكه اللي يسجل، وكان هيبقى الفوز الكبير صعب، فيبقى 1-0 حلو قوي، وانا اتمنى ان ابو تريكه هو اللي يجيبه. ودي كانت نقطه خلاف بيني وبين اصحاب الزمالكاويه. كنت في ماتشات الاهلي والزمالك قبلها كنت بدعي ربنا الزمالك يفوز، بس يعني اذا كان ولا بد الاهلي اللي يفوز يبقى ابو تريكه اللي يسجل، يعني دي اللي ممكن يعني تقلل جرعه الزعل شويه. كان عندي قناعه كده خاصه بي انا، انتماء انساني اكبر من الانتماء الكروي. كان في لعيبه انا بحبهم انسانيا حتى لو ضد كرويا، زي ابو تريكه مثلا، ويا سلام بقى لو لعيب بحبه انسانيا وبينتمي لنفس النادي اللي انا بحبه كمان، زي احمد الكاس كده. طبعا ده نمره واحد. مهما كان انتمائك في حاجات ما ينفعش تنكر حلاوتها، لعبه حلوه، حركه حلوه، ما ينفعش ما استمتعش بلعبه ابو تريكه علشان انا زملكاوي يعني، لا، ولا انكر قيمته العاليه لانه خصم في الملعب. هبقى متعكنن بصراحه يعني، بس لازم نقول الله على اللعبه الحلوه. طبعا احسن وقت بقى استمتعت فيه بلعب ابو تريكه وتشجيع ابو تريكه وانا ضميري مرتاح لما كنت اتفرج على المنتخب وابو تريكه تبعي بقى انسانيا وكرويا ووطنيا وكل حاجه، لغايه بطوله امم افريقيا، تحديدا ماتش مصر مع السودان، وتعاطف ابو تريكه مع غزه بالاحتفال الشهير بالهدف. هنا بقى ابو تريكه بنى لنفسه مكانه خاصه جدا عندي، بعيدا عن اي انتماء كروي تماما، لان هنا الانتماء الكروي بيبان صغير قوي. انا زملكاوي بحب ابو تريكه، اللي كان بيسمعنا اقول كده كان لسان حاله بيقول ايه اللي جاب القلعه جنب البحر. كانت حاجه تبدو غريبه، لكن دلوقتي بعد الموقف المشرفه للراجل ده ما بقاش حد يستغرب لما اقول انا زملكاوي وبحب ابو تريكه. بس برضو يا بخت الاهلاويه، لان حبهم لابو تريكه ما فيش فيه ذكريات اليمه تعكنن عليهم. الفيديو ده من مذكرات زملكاوي في حب ابو تريكه.